بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا دعاة خير، واجعلنا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى يصدق فينا قولك: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مش نقارن توا الآية اللي بدينا بها في سورة البقرة، قولوا آمنا، هذا موجه إلينا، بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إن قرنا بالآية دي اللي جاءت بعد شوية في سورة البقرة: أم يقولون، أي أهل البهتان من عرب وعجم اللئام، أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل هم يوزعوا الحقائق، وإسحاق ويعقوب والأسباط كونوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، اللي يعطي الوصف الصحيح والانتساب الحقيقي. قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم، ومش نختم توا بما بدأنا به، ومن أظلم، لنا في سورة الأنعام تقريبا آية 22 ولا 21، وأنا ختمناها توا في سورة البقرة بآية 180. مئة وأربعين، مئة وأربعين. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة، والشهادة فيما يخص الدين الحقيقي اللي يرتضيه رب العالمين لخلق أجمعين، وما عبثوا بها تماما، عصبوا بها، يعني عندهم مقت للحقيقة وحبهم للسيادة والسلطان، أعمام وصمام حتى وقعوا في مصيدة الشيطان. وذاك علاش اشبعوا بالزايد يا كرم ويا عجم ويا أهل الصهيونية ويا أهل الكنائس الباغية، ما اسمنوا وامشي في بالكم اللي انتم أسياد، بعد ينقلب الميزان وينقش على الغبار، وستعلمون أنكم كنتم على أشأم من حمار، لا كما زعمتم أنكم على أجود الجياد. هذا لا يمكن أن تكون أصحابا له الجودة في المقام. أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده هو في داخلكم استيقنت أنفسهم. من كتم شهادة عنده من الله، هي عندهم من الله، ومع ذلك أبى أن يكون من وفي لهذه الشهادة. وما الله بغافل عما تعملون، دائما نفس الشيء، لا غفل لله، نو اسكيب، وتحبوا لا تكرهوا ستدفعون إلى الموت في الدنيا وتذوقون من ألوان كثيرة في حفر النار، أي قبوركم إن كانت لكم قبور، وتبعثون من أجدادكم، وربي يجمعكم في أرض المحشر رغم أنه فيكم، وقت الجمع ذاك شديد عليكم واحد واحد وواحدة واحدة، وهم مضمونين إلا أهل الله لا إله إلا هو. آمين يا رب العالمين، والسلام علينا بالتمام والكمال بفضل الرحمن.